هكلم عن طائر ممكن ناس كتير قوي مش عارفينه، وهو العقاب. هو الطائر ده بيشبه الصقر وليه حوالي اكتر من 61 نوع. عايز حضرتك تكلميني شويه عنه، وكمان عايزه اعرف فعلا يا دكتور رؤيته بيبقى فيه عقاب هيجي للبني ادم او موت حضرتك؟ انا عارفه ان ده لحد علمي انا ان رؤيته في المنام بتكون لحد ما مرتبطه بوفاه او موت صاحب الرؤيه. اتفضلي. بصي، هو العقاب زي ما هو اللي يشوفه في البيت معناه عقاب، يعني عقاب هيجي من قبل الله تعالى لحد مذنب. دي نمره واحد. نمره اتنين، العقاب لما تشوفيه وانت في حاله حرب مع حد، مش حرب بقى جهاد يعني وكده، لا مثلا داخله في قضيه مع حد، داخله في صراع مع حد معاكي وكده، فده معناه نصر ليكي. تمام. العقاب برضو للانسان اللي هو معتزل الناس وهو مع الله يعني، فده معناه جد واجتهاده، فده معناه تأييد من قبل الله تعالى بالعزلة، فهو أفضل له يعني ان هو يبعد من الآخرين يعني. طب يا دكتور انا عايز اعرف برضه الحته دي، فهو بيرتبط بالوفاء ولا ليه؟ بيرتبط بطول العمر، لان بصي كل فئة الصقور والنسور والعقاب والرخمة والباز وكل الحاجات دي كلها بتدي طول عمر. ليه؟ لانهم بيقول لك سبحان الله يفوت 40 سنة عليهم بيطلعوا ويكسروا مخالبهم، دي معلومة علمية يعني، بيكسروا مخالبهم، بيكسروا منقارهم، ويعيشوا تاني 40 سنة تاني، تتجدد لهم الحاجات دي تاني، ويعيش 40 سنة تاني، فهو ده معناه طول عمر ليهم. طب امتى يا دكتور الطائر ده رمزه بيجي في المنام بالموت؟ ان هو يجي يخطف حد، يجي يخطف حد، او تلاقيه مثلا ان هو دخل البيت وخد، او واقف على 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 دار، او واقف على بيت معين كده، فده معناه ان هو بقى في يعني ملك موفق. الموت يعتبر ملك الموت يعني. دكتور صوفيا، طيب بالنسبه للالوان، انا عارفه ان حضرتك دايما مرتبطه قوي بتفسير في بالالوان. طبعا. حتى في الطيور. يعني بص انا هقول لك على حاجه، احنا اتفقنا ان الغراب مش كويس، لونه الاسوداد لونه حاجه يعني مش كويس، فاسق. لكن لو شفتي غراب ابقع، ده معناه ايه؟ الغراب الابقع معناه طول عمر ومتاع، بقاء بمتاع يعني معناه العز للانسان. فبيختلف بيختلف الالوان. طبعا عايزه اسال اسئله.